السلام عليكم. الأستاذ مصطفى قطنية، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الجديدة. في هذه الحصة المصورة هي أو هذه المحاضرة المصورة هي محاضرة تخص وحدات المؤسسات الاجتماعية، وهي خاصة بطلبة الفصل الثاني من علم الاجتماع. في الحصة الماضية كنت تحدثت عن المؤسسات الاجتماعية من حيث التعريف اللغوي والتعريف السوسيولوجي، وأكدت على أمر أساسي، وهو أن علماء الاجتماع يشتغلون أو يستخدمون مفهوم المؤسسات الاجتماعية. هناك استخدام، قلت أنها هناك استخدام كبير لهذا المفهوم، هناك استخدام شائع لهذا المفهوم، وأنه من أكثر المفاهيم استخداما في العلوم الاجتماعية بشكل عام، وأنه ربما الأقدم بين المفاهيم الأقدم استخدام الأقدم في علم الاجتماع. وبطبيعة الحال أنه ليس هناك تعريف واحد ومتفق عليه بين الباحثين في المجال بخصوص تعريف المؤسسة الاجتماعية. وأيضا تطرقت إلى موضوع الأسئلة التي يمكن أن تطرح بخصوص المؤسسات الاجتماعية، وقلت أن هناك أسئلة كثيرة يمكن لعلماء الاجتماع بمختلف الميادين التي يشتغلون فيها أن يطرحوها ويبحثوا فيها. وطرحت بعض هذه تلك الأسئلة، وتوقفت في النهاية على أن هناك سؤالين أساسيين يمكن الاشتغال عليهما لأنهما مهمان. وهذا لا يعني أن الأسئلة السابقة ليست مهمة، لكن سؤالين الأساسيين هو كيف تؤثر المؤسسات الاجتماعية في الأفراد؟ وهذا السؤال هذا فحاولت أن أجيب عنه بالقول أن هذه المؤسسات هي سابقة في وجودها على الأفراد، وبالتالي فهي تمتلك سلطة، وهذه السلطة فهي تمارس على الأفراد لأنها سابقة على وجودهم، وعندما يولد فهم يوجد داخل مؤسسة ويولد داخل مؤسسة، وبالتالي هؤلاء الأفراد في نهاية المطاف يجدون أنفسهم ملزمين بالخضوع لقواعد مؤسسات سابقتهم في الوجود. كما أن هذه المؤسسات في نهاية المطاف أيضا تقوم بتنظيم الحياة الاجتماعية وتجعل إدماج الفرد في المجتمع مسألة ممكنة، لأنه حتى عندما نتحدث عن التنشئة الاجتماعية فكنتكلم فرنسية سوسياليزاسيون، فمن ذلك الفعل الذي يمارس على الفرد من أجل جعله كائنا اجتماعيا. معنى ذلك أننا عندما نولد في نهاية المطاف فنحن لا نولد كائنات اجتماعية. صحيح أن لدينا القابلية لأن نعيش داخل المجتمع، ولكن هذه القابلية للعيش داخل المجتمع لا يمكنها أن تتحقق في الواقع ما لم نوجد داخل مجتمع. وبطبيعة الحال أنه حتى هناك الكثير من البحوث حول الأطفال المتوحشون لي زونفون سوفاج الذين عاشوا خارج المجتمع، وبالتالي عندما عاشوا خارج المجتمع عندما كانت هناك إمكانية عودتهم إلى المجتمع فتبين أن هؤلاء الأفراد يعانون على جميع المستويات، فهناك لديهم تخلف عقلي، وهناك تخلف حتى على المستوى الذكاء العاطفي إن صح القول. وعموما أنه يظهر أنه المؤسسات هي التي تجعل منا كائنات اجتماعية، ولولا هذه المؤسسات فنحن لا يمكننا أن نكون كائنات اجتماعية قادرين على أن نعيش داخل مجتمع وأن ننظم علاقاتنا مع الآخرين. وبالتالي فمثال الأطفال المتوحشون يبين أن الإنسان رغم أنه كائن اجتماعي كما يقول أرسطو أو كما يقول فيما بعد ابن خلدون أنه كائن اجتماعي بطبعه، ولكن رغم أنه كائن اجتماعي بطبعه فهذه الطبيعة يلزم أن يوجد داخل مجتمع وأن ينظم أو أن يتم تنظيم سلوكه وفق مجموعة من المؤسسات التي تحاول أن تخلق منه ذلك الكائن الاجتماعي وتجعل سلوكه مقبولا ويحظى بالقبول لدى الآخرين. ثم أن المؤسسات فهي تقوم بضبط اجتماعي، وأيضا تقوم بالقهر والإلزام، أنها تفرض سلطتها على الأفراد، وأن هذه السلطة في نهاية المطاف أنهم ملزمين على الخضوع لها. وهنا أتحدث عن الإلزام بمعنى أنه سلطة خارجية، وليس للأفراد حق، ليس للأفراد إلا الخضوع لها.
السؤال الثاني الذي يطرح بالإضافة للسؤال الأول هو سؤال يتعلق بالسؤال الأول، وهو ما الذي يجعل الأفراد يخضعون للمؤسسات الاجتماعية؟ طبيعة الحال المؤسسة فهي تفرض سلطتها على الأفراد، ولكن هؤلاء الأفراد فهم يلزم أن تكون أن تتوفر فيهم قابلية للخضوع، لأنه إذا كان هناك فقط إكراه خارجي، ولكن هذا الإكراه الخارجي يجب أن يكون لديه صدى داخلي لدى الفرد حتى يؤدي المهمة التي موكولة إليه. إذن رغم أن الإكراه الخارجي لا بد أن يتزامن أو أن يكون مسبوقا، ليس مهما في فكرة الأسبقية، أن يكون مسبوقا بالقابلية للخضوع لدى الأفراد، بمعنى أن المؤسسة هي شيء خارجي تفرض سلطتها، ولكن هذه السلطة التي تمارسها المؤسسة يجب أن تكون أن تتحول إلى إلى بمعنى أن الإلزام المؤسسة يجب أن يتحول إلى التزام. هنا أتحدث عن بين أسباب التي تجعل الأفراد يخضعون للمؤسسات الاجتماعية، هو أن هؤلاء الأفراد يستبطنون، كنتكلموا على استبطان، انتيريوريزاسيون، استبطان قيم المؤسسة. فاستبطان قيم المؤسسة معناه أن كل مؤسسة فنحن نتربى داخل مؤسسات، وهذه المؤسسات في نهاية المطاف فهي تغرس فينا قيم معينة، وهذه القيم فنحن في نهاية المطاف مطالبين بالخضوع لها، وبالتالي أننا نستبطن قيم المؤسسة ونستبطنها، وبالتالي أن في هذه الحالة فالمؤسسة هي صحيح أنها توجد خارجنا، ولكن ما هو أساسي هو أن المؤسسة أيضا فهي توجد داخلنا، وبالتالي فتوجد داخلنا من خلال قيمها ومعاييرها وما إلى ذلك. فهذه الاستبطان لقيم المؤسسة يجعل أن ذلك العقاب الذي تمارسه المؤسسة علينا أنه يتحول إلى أن يكون عقابا داخليا أيضا، بمعنى أنه هنا نتكلم على تالكوت باسونس الذي يتحدث على أنه يتحول إلى إن صح القول عقاب أخلاقي. فمعنى ذلك أنه إن صح القول هنا يمكن أن نستلهم المقاربة التحليل النفسي ونقول أن المؤسسة تشكل أنا أعلى بالنسبة للفرد، بمعنى أنه في نهاية المطاف إذا لم يتم معاقبتي من الخارج فأنا يجب أن أتكلف بمهمة معاقبة نفسي بنفسي، وذلك لأنه في نهاية المطاف أستبطن قيم المؤسسة وأدافع عن المؤسسة، وبالتالي كل ما أقوم به في نهاية المطاف هو أشياء تفرضها المؤسسة حتى نظرة الآخرين. كما سبق لي أن قلت أن حتى نظرة الآخرين إلينا فهذه النظرة فهي في نهاية المطاف هي صدى وتعكس نظرة المؤسسات، لذلك فنحن نعيش في نهاية المطاف أن هذه المؤسسات فهي ترافقنا وتعيش معنا ونتمثلها في سلوكنا وفي مشاعرنا وفي كل جوانب حياتنا، لأنها في نهاية المطاف لها السلطة الخارجية ولكنها التي أيضا فهي تتزامن مع سلطة اللي هي سلطة داخلية، وإذا نحن لم نقم بما يفترض بنا القيام به فنحن نعاقب أنفسنا، وعقابنا يكون عقاب داخلي أو عقاب أخلاقي كما يمكن أن نسميه. أيضا السبب الثاني الذي يجعل الأفراد يخضعون للمؤسسات الاجتماعية، هناك مجموعة من الأسباب بطبيعة الحال، هناك استبطان قيم المؤسسة، وبالتالي فإنني أدافع عن المؤسسة في حياتي اليومية، فنحن ندافع عن المؤسسات شئنا ذلك أم أبينا، من خلال نظرتنا، من خلال كلامنا، لغتنا، من خلال ملابسنا، كل شيء، فإنني نحن لا نفعل إلا ما هو مقبول من قبل المؤسسات وندافع عنه أيضا، لا يكفي فقط أن نتمثله في سلوكنا وإنما ندافع عنه ونحاول الحفاظ على استمراري على بقائه واستمراريته. بالتالي فالأفراد فهم الذين بشكل أشكال يتكلفون من خلال سلوكهم، أحاسيسهم، مشاعرهم وكل وغير ذلك بضمان بقاء واستمرارية المؤسسات. فالمؤسسات توجد بوجود الأفراد، بدون أفراد ليست هناك مؤسسات، بالتالي أنه لا يمكن أن نتحدث عن المؤسسة إلا داخل المجتمع بمعنى خلال مجموعة من الأفراد. الشيء الثاني الذي يجعل الأفراد يخدعون للمؤسسات الاجتماعية هو العقلانة، غاسيوناليزاسيون. العقلانة ليس بمعنى الفلسفي، هنا لا نتحدث عن العقلانة بمعنى الفلسفي، إنما نتحدث عن حساب الربح والخسارة،
بمعنى أن كل فرد في عندما يكون في وضع معين سواء كان واعيا بذلك أو لم يكن واعيا بذلك فهو يقوم بعملية حسابية. عندما أكون في وضعية معينة كما سبق أن تحدث عن ذلك تاركوس بارسونز أنه مسألة أن السلوك هنا يكون متوقعا عندما نكون في وضعية معينة، بمعنى أنه عندما أكون في وضعية معينة وأكون مطالب بالقيام بفعل معين وهو المفترض في القيام به، ففي تلك الحالة فأنا أقوم بشكل شعوري أو لا واعي أو لا واعي بعملية حسابية. هذه العملية الحسابية قوامها ماذا سأربح وماذا سأخسر. إذا تري هذه العملية الحسابية في نهاية المطاف قد لا نكون واعين بها دائما، ولكننا في نهاية المطاف أن غيابها لا يعني أنها غير موجودة، إنما دائما فنحن نستحضر المؤسسات، نستحضر نظرة الآخرين، نستحضر كل شيء، وبالتالي عندما نقوم أو نريد القيام بفعل معين حتى قبل القيام به فنحن مطالبين بأن نفكر، وهذا التفكير يكون في نهاية المطاف أنه تفكير عقلاني، بمعنى أحاول أن أحدد ما الأشياء التي يمكنني أن أربحها إذا قمت بفعل معين، وما هي الأشياء التي يمكنني أن أقوم بأن ما هي الأشياء التي يمكنني أن أخسرها إذا لم أقم به. فإذا تبين لي أن الربح يفوق الخسارة فإنني في هذه الحالة يمكنني أن أتمرد بشكل من الأشكال على المؤسسة، ولكن قد إذا تبين لي أنني خسارتي ستكون أكثر من ربحي فإنني أخضع للمؤسسة. بالتالي فهذه الثنائية الربح والخسارة فهي التي تحدد سلوك الأفراد في أي وضعية كانوا فيها. وبطبيعة الحال أنه هذه العملية كما سبق لي أن قلت، هذه العملية الحسابية هي عملية نقوم بها، ودائما عندما يكون هناك الخسارة تفوق الربح فإننا نخضع للمؤسسة الاجتماعية. ولكن عموما وحتى إذا كان نحن مطالبين كنا مطالبين بالخضوع، أحيانا يمكننا أن نخضع للمؤسسة الاجتماعية، ولكن في نفس الوقت فيمكننا بشكل من الأشكال أن نقوم بإيجاد هامش حرية داخل المجال الذي يمكننا أن نتصرف فيه. الشيء الثالث الذي يتعلق بسبب خضوع الأفراد للمؤسسات الاجتماعية هو أنهم يتبعون الروتين والسيناريوهات موجودة سابقا. من المعروف في نظريات التربية أن كما كان الأمر عند أرسطو أن الإنسان يقلد، ففكرة إيميتاسيون تقليد، فنحن منذ البداية فنحن نقلد الآخرين، فنقلد آباءنا، نقلد الكبار، الصغار يقلدون الكبار وما إلى ذلك دائما، فنحن نقلد الآخرين. اللغة أيضا فنحن نكتسبها من خلال التقليد. صحيح أن هناك قابليات بيولوجية ونفسية وعصبية فينا تجعلنا قادرين على الكلام، ولكن رغم ذلك فنحن نقلد الآخرين، لذلك فلغاتنا تختلف باختلاف المجتمعات. التقليد معنى ذلك أننا عندما نقلد فنحن لن نقلد فقط في اللغة، نقلد في اللباس، نقلد في الطعام، في كل تفاصيل حياتنا فنحن نقوم بتقليد الآخرين، وبالتالي أن هذا التقليد يصبح أمرا روتينيا ويصبح سيناريوهات نكررها باستمرار. وهذه السيناريوهات كما سبق لي أن قلت هي سيناريوهات في نهاية المطاف أن التي يوجدها هو المؤسسات، وهي التي في نهاية المطاف أنها تضعها وتسهر على وضع حدودها، ونحن نفعل ما سبق أن رأينا الآخرين يقومون به، وفي نهاية المطاف أن الأمور تستمر بهذه الطريقة. فبمعنى أن خضوعنا للمؤسسات هو خضوع ناتج عن اتباعنا للروتين وعن السيناريوهات التي نجد الآخرين يقومون به فنقوم بها هكذا بشكل تلقائي، وأحيانا لا أو في معظم الأحيان يكون أمر غير مفكر فيه بشكل مسبق. لكن بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه إلى الآن هو أن هناك أمرين. الأمر الأول هو أن المؤسسات تؤثر في الأفراد، والأمر الثالث هو أن الأفراد يؤثرون في المؤسسات، أو كيف الأفراد يخضعون للمؤسسة. ولكن هنا يطرح مشكل، هو أنه
إذا كان الأفراد يخضعون للمؤسسات، فما الذي يغير هذه المؤسسات؟ بطبيعة الحال معروف أن المؤسسات فهي موجودة في كل المجتمعات الإنسانية، وإذا كانت المؤسسات موجودة بشكل مسبق في الوجود الإنساني وأنها تؤثر في الأفراد والأفراد يخضعون لهذه المؤسسات، في هذه الحالة ما الذي يجعل المؤسسات تتغير؟ في الواقع أن المؤسسات صحيح أنها تمارس التأثير على الأفراد، صحيح أن الأفراد أيضا يخضعون للمؤسسات، ولكن هذا لا يعني أن العلاقة أن خضوع الأفراد للمؤسسات لا يعملون على في نهاية المطاف على تغييرها، بمعنى أنه إن صح القول أن المؤسسات بقدر ما تؤثر في الأفراد فهم هؤلاء الأفراد أيضا فهم يؤثرون في المؤسسة. فالمؤسسات تؤثر في الأفراد من خلال القواعد والقيم والعادات والتقاليد وما إلى ذلك من الأشياء التي تفرضها على الأفراد، وأن هذه المؤسسات بقدر ما تؤثر في الأفراد فأيضا الأفراد فهم يؤثرون في المؤسسات، وتأثير الأفراد في المؤسسات أولا من خلال أنهم يقبلون بتلك القيم، ولكنهم في نهاية المطاف أنهم يحاولون أن إيجاد هامش حرية معين يتحركون فيه ولا يخضعون خضوعا مطلقا للمؤسسات، لأنه إذا خضع الأفراد بشكل مطلق للمؤسسات في نهاية المطاف هذا سيؤدي إلى أن المجتمع سيظل ثابتا ولن يتغير، وهذا أمر يمكن أن نقول أنه صعب التحقق في الوجود الإنساني، خصوصا أو علما بأن الإنسان يتميز بأنه إنسان حر له حرية ويدافع عن الحرية ويبحث عن هوامش حرية معينة ويحاول توسيع مجال حريته، وبطبيعة الحال هناك الأفراد يبحثون عن حريتهم أكثر والمؤسسة تفرض قيود على هذه الحرية، لذلك فهناك هذا الصراع بين المؤسسات والأفراد، ولكن عموما أن الفرد رغم أنه يخضع فهو قد يحاول بشكل أشكال متعددة، وهناك أشكال متعددة يمكنه اللجوء إليها من أجل ممارسة حرية معينة في تفكيره، في لغته التي يستخدمها، في جميع المجالات هناك هامش من الحرية، وبطبيعة الحال هذا الهامش يطرح إشكالية كبيرة هي إشكالية المؤسسة والهامش، لأن كل مؤسسة اجتماعية فهي لها هامش حرية. فمن المعروف أنه في المدرسة المغربية أو في العالم كله هناك الكتابة، مثلا الكتابة على الجدران هو يشكل جزء من الهامش، فهناك مؤسسة اللي هي مؤسسة المدرسة التي تمارس لها قواعد معينة تحاول ضبط سلوك التلاميذ داخل الفصول وفي الساحة وما إلى ذلك، ولكن هؤلاء التلاميذ في نهاية المطاف فيحاولون بأشكال متعددة أن يثبتوا ذواتهم، وخصوصا إذا كانوا في فترة عمرية مثلا في فترة المراهقة فهم يبحثون عن هوامش معينة من أجل التعبير عن ذواتهم، فالمؤسسة بقدر ما تفرض فهناك هوامش تخلق، والأفراد هم الذين يخلقون هذه الهوامش ويسعون ما وسعهم السعي إلى أن يوسعوا مجال هذه الحرية، وبقدر ما يسعى الأفراد إلى توسيع مجال حريتهم ففي نهاية المطاف فهم يمكنهم شيئا فشيئا أن يعملوا وأن يعمدوا إلى تطوير المؤسسات وتغييرها، لأنه ليس هناك مؤسسة لا يمكنها أن تتغير وليست لها القابلية لأن تتطور، والذي يمكن أن يطور المؤسسة هم الأفراد الذين يعيشون في كنف تلك المؤسسة. وبالتالي إذا تتبعنا تاريخ جميع المؤسسات الاجتماعية فهي مؤسسات لم تعد كما كانت في السابق، كما أنها لن تبقى كما هي في الوقت في أو في لاحقا، معنى ذلك أنه المؤسسة فهي وجدت فهي تستمر، ولكنها في استمراريتها فهي تتطور وتتغير، والذي يجعلها تتطور وتتغير هم أو هناك الأفراد فهم يلعبون دور أساسي في تطوير هذه المؤسسات وفي تغييرها، وفي أحيانا كما سبق أن قلت أنه مثلا بالنسبة هناك مؤسسات التي يمكنها
أن تغيرها المستمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يجعلها غير ذات قيمة في الوجود الإنساني، وبالتالي فيمكنه أن يمكنها أن تختفي من الوجود الإنساني. اللغة مثلا كمؤسسة فهي إذا في جميع المجتمعات الإنسانية فاللغة ليست ثابتة، اللغة فهي تتطور، والقواميس خصوصا القواميس الأجنبية فدائما سنجد في كل سنة فهناك الكلمات جديدة تضاف، هناك بمعنى أن اللغة فهي كائن حي. اللغة كنتكلم عن اللغة كمؤسسة اجتماعية فهي تتطور وتتغير بشكل مستمر ودائم. لماذا؟ لأنها تتلائم مع خصوصية المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد وتلبي حاجيات هؤلاء الأفراد. لذلك فاللغة فهي أيضا كمؤسسة فهي تتطور، والذي يمكن أن يطور هذه اللغة هم الأفراد الذين يتحدثون. قس على ذلك جميع المؤسسات، وفي حصة لاحقة سأتحدث عن مؤسسة الأسرة وما هي التغيرات التي عرفتها وكيف كانت الأسرة في السابق، والآن ما هو الأشكال الأسرية الجديدة، وأنه مما سأؤكد عليه هو أنه ليست أن الأسرة مثلا في المجتمع المعاصر لم تعد فقط أو عبارة عن نموذج واحد، إنما تعددت نماذجها، وبطبيعة الحال أن تعدد نماذج المؤسسة واحدة التي كانت سابقا هي مؤسسة الأسرة، الآن كنتكلم على أشكال أو نماذج متعددة من الأسرة. سببه هو أن الأفراد أن هذه المؤسسة فهي تغيرت لتتلائم مع حاجيات الأفراد الذين بطبيعة الحال أنهم يعملون باستمرار على تغييرها. بطبيعة الحال كنت أتكلم على المؤسسات الاجتماعية عموما، فالآن سأتطرق لموضوع آخر هو خصائص المؤسسات الاجتماعية. بطبيعة الحال من المعروف أن المؤسسات الاجتماعية فهي ليست لها خاصية واحدة أو سمة معينة، إنما تتصف بأنها لها مجموعة من الخصوصيات. سأتطرق خصوصية أو خصائص المؤسسات الاجتماعية، وأؤكد منذ البداية على أن المؤسسة الاجتماعية فهي لها مجموعة من الخصائص وليس خاصية واحدة. من بين خصائص المؤسسات الاجتماعية وأنها تتصف بالعمومية. العمومية معناتها أنها هي ليست مسألة فردية، لا يمكن لفرد واحد أن يخلق مؤسسة. فرد واحد يعيش بعيدا عن الآخرين، يعيش منعزلا في الآخرين، لا يمكن أن يخلق مؤسسة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلق مؤسسة. دونك فالمؤسسة في العادة فهي تتشكل، مؤسسة اجتماعية أتحدث، فهي تتشكل عادة من فردين فأكثر. لذلك فأن المؤسسات فهي تتصف بالعمومية بأن أنها ليست مسألة فردية لا تخص فردا بعينه، وإنما هي في نهاية المطاف أنها تخص فردين فأكثر. بالتالي فهي ومن جهة، من جهة ثانية أن هذه المؤسسات فهي توجد في كل مجتمع، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور مجتمع إنساني مهما كانت درجة تخلفه أو تقدمه لا توجد فيه مؤسسات اجتماعية. ففكرة العمومية هنا تحيل على هذا الأمرين. الأمر الأول أن المؤسسة لا تتعلق بالفرد، إنما بمجموعة من الأفراد فردين فأكثر، وبالتالي فالمؤسسة تشكل الانتقال من الأنا إلى النحن، وأنه شخص واحد لا يمكنه بشكل من الأشكال بأي حال من الأحوال أن يخلق مؤسسة. والشيء الثاني هو أن العمومية تحيل على أن المؤسسة الاجتماعية فهي توجد في كل مجتمع إنساني بغض النظر عن طبيعة هذا المجتمع وعن درجة تقدمه أو تخلفه، فكل المجتمعات الإنسانية هي مجتمعات توجد فيها مؤسسات اجتماعية. الشيء الثاني هو أن سبق لي أن تحدثت عنه، هو أن من خصائص المؤسسات الاجتماعية هو الإلزام والجبر، بمعنى أنه لا يمكن أن نتخيل أي مؤسسة اجتماعية بغض النظر أيضا عن طبيعتها وعن نهاية المطاف جميع المؤسسات الاجتماعية فهي تمارس إلزاما وجبرا، وأن هذا الإلزام والجبر هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة. فكل مؤسسة اجتماعية سواء كانت هي اللغة أيضا، فاللغة عندما نستخدمها لا نستخدمها بدون أن نلتزم بالقواعد التي تضعها. لا يمكن في اللغة العربية أن نبدأ بالمفعول به ثم الفاعل ثم الفعل، فهناك قواعد فنحن ملزمين على الخضوع لها. نفس الشيء ينطبق على الأسرة، على جميع المؤسسات الاجتماعية الأخرى. وبالتالي فالإلزام هو عنصر أساسي
في كل المؤسسة الاجتماعية. صحيح أن المؤسسة الاجتماعية فهي تمارس هذا الإلزام بطرق متعددة ومختلفة، وليست هناك طريقة واحدة لممارسة الإلزام، ولكن عموما أن كل المؤسسة الاجتماعية فهي تمارس الإلزام. إلى هنا أتوقف وأكمل في الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا.